لكن هل هذا يعني السلام؟ كلا، جزء من أوكرانيا لا يزال خاضعا تحت العدوان الروسي والهيمنة الروسي. لا بد من وقف هذه الأعمال العدائية التي تفضي تلقائيا إلى السلام. هذا السلام يعني بأننا سوف نعطي الشعب الأوكراني ما يستحقه، وهذا يعني بأن ذلك سوف يكون نهاية للنظام العالمي والقانون العالمي. وهذه نقطة ثانية، وأعتقد أن المستشار كان واضحا في ذكره لهذا الأمر. في هذه اللحظة يجب أن نقول بأن روسيا تحاول أن تقدم جزءا من أوكرانيا، وهذه هي صفات القادة العدائيين الذين يسعون دائما لاحتلال أراضي دول أخرى، وفي ألمانيا أيضا وفي أنحاء العالم. الناس يتساءلون أنه إذا لم يكن ليتم تقديم هذا السلاح لما انتشرت الحرب بهذه الطريقة. لو كنا قد قررنا في 27 فبراير في البرلمان الألماني أو في 24 فبراير في أنحاء أخرى من العالم لدعم أوكرانيا، لما كان 13 مليون لاجئ أوكراني في أوكرانيا ومليون منهم في ألمانيا. إجمالي عدد السكان في أوكرانيا هو 42 مليون نسمة. لو لم ندعم أوكرانيا منذ 27 فبراير، لكنا قد رأينا ماريوبول وأماكن أخرى كلها تقع تحت سيطرة روسيا. ما هي النتائج التي سوف نلمسها من خلال هذا الدعم العالمي؟ الأثر والنتائج بأنه لم نستطع للأسف إحلال السلام في أوكرانيا بسبب رغبة روسيا في غزو في احتلالها، وهذا سوف يجعل حياة الملايين جحيما. لا بد من حماية المدنيين يوما تلو الآخر طالما أن روسيا تقوم بهذه الأعمال العدائية. أود سعادة الوزير بلينكين أن أشير إلى أنه عندما نتحدث عن السلام، فهل نحن نشير إلى روسيا وعودتها إلى ما قبل خطوط 24 من فبراير من العام الماضي، أم نتحدث عن العام 2014؟ لأن شبه جزيرة القرم هي قضية تقض مضاجع الشعب الأوكراني، وهذا السؤال قد أسأله على السيد كوليبال. أولا يجب أن نقول ما هو سبب وجودنا هنا في مؤتمر ميونخ للأمن وفي ظل ثلة من الأصدقاء والزملاء. وكما تعلمون أننا قد أخذنا خطوات نحو أوكرانيا، ونحن من أكبر الدول المانحة بتعاون مع قيادة المستشار الألماني، وكنا نعمل منذ اليوم الأول بصورة لصيقة. وكذلك السيد كوليبا كان الصوت والوجه الذي يمثل أوكرانيا في كافة أنحاء العالم، ليس فقط بالنسبة لنا بل في كافة أنحاء العالم، إذ كان يقوم ببناء الزخم والدعم والطريقة التي عبر عنها من نيابة عن بلاده تستحق الثناء. فلنضع الأمور بكل بساطة، هذه القرارات هي متروكة لأصدقائنا في أوكرانيا، فهذه بلادهم ومستقبلهم وقراراتهم. وأنا أتفق مع كل ما قالته أنا لينا. لابد لنا أن نقلق من مسألتين. أولا، لابد لنا أن نكون قلقين من التبعات، وأن لا يغيب عن أنظارنا بأن هناك دولة معتدية، ولا يمكن للعالم أن يتوقع من أن أوكرانيا سوف تقوم باتخاذ القرارات غير الصعبة. إذا ما أخذت روسيا قرارا بوقف القتال فسوف تنتهي الحرب بكل بساطة.
إلى أين متجهون؟ سوف نستمر في دعم قرارات أوكرانيا بشأن مستقبلهم، ولكن كلنا لدينا نصيب أساسي في تأمين سلام عادل ومستمر، أي بمعنى أي سلام يجب أن يكون متسقا مع ميثاق الأمم المتحدة. من الضروري وليس من مصلحة أي دولة في أنحاء العالم أن تتهاون مع النتائج التي ترى من خلالها احتلال مناطق في دول أخرى بالقوة، لأنه إذا ما عملنا ذلك فسوف نفتح أبواب جهنم لكافة الطغاة في العالم. إذا ما أفلتت روسيا من هذا الأمر فسوف يفلت الآخرون وسوف يستمر الصراع. ما الذي تعنيه كلمة سلام دائم وصلب؟ هذا يعني بأنه لا بد لنا أن نضمن من أن روسيا قد لا تقوم بتكرار هذا الأمر بعد سنة أو 5 سنوات، وأن نضمن بأن أوكرانيا لديها القدرة للدفاع في مواجهة أي هجمات روسية. سوف نعمل على تقديم أي مساعدات لمواجهة الغزو الروسي، ولا بد لنا أن ننظر إلى المستقبل في كيفية تحقيق الاستقرار والأمن لأوكرانيا وفي أوروبا. أود أن أعود إلى النقطة التي طرحتها، إلى مسألة السلام الصامد. السيد كوليبا، ما الذي يعنيه النصر بالنسبة لكم، وكم نحن بعيدون عن هذه النصر؟ لقد طرح علي هذا السؤال للمرة الثالثة خلال وجودي هنا. لا أود أن أصيب المستمعين بالملل من خلال إجابتي، لكن بالنسبة لنا فإن المفهوم المختصر للانتصار هو استعادة كافة أراضي أوكرانيا والحفاظ على سلامة وسيادة أراضيها وتعويضات عن الأضرار التي لحقت وملاحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم. والأكثر أهمية، روسيا يجب أن تتغير، لأن لا توجد لدي أدنى شكوك بأن هذا الأمر قد يطال دولة ما في الاتحاد الأوروبي أو في الناتو، لكن في النهاية فقط هو السلام المستدام الذي يجب أن يكون ممكنا بعد أن تتوقف روسيا عن تهديد أي دولة عبر ضفتي الأطلسي. لذا لابد لنا من أن نضمن من تغيير روسيا. هناك رحلة وطريق شاق وطويل لتحقيق هذه النتيجة، لكن إذا ما أبقينا هدفنا الأساسي وبنينا سياساتنا وقراراتنا على أن هذا هو هدفنا، هو تحقيق السلام عبر ضفتي الأطلسي، فإن أوكرانيا هي جزء لا يتجزأ من هذه المنطقة، فقد ينتهي الأمر آنذاك بأن روسيا لن تستطيع على أن تشكل أي تهديد في مرحلة لاحقة. وبين هذه المرحلة وبلوغ تلك بلوغ ذلك الهدف، نخشى من أن تندلع حرب ما بطريقة ما أو بأخرى. هذا يعيدني إلى مسألة الضمانات الأمنية والحديث عن المستقبل والحاضر. أعتقد أن الرئيس زيلينسكي كان يتحدث إلى بعض الحلفاء عن الضمانات الأمنية من حلف الناتو، ليس فقط في عقاب نهاية الحرب بل حتى في الفترة الحالية، فهذا ضروري لمعنويات الجنود ومعنويات الشعب. هل تعتقدون أن ثمة إمكانية من تقديم ضمانات أمنية في عقاب الحرب، وهل تم التواصل والاتفاق بشأنها في أثناء وجودكم هنا؟ وماذا بشأن برلين؟ الضمانات الأمنية قد أعطيت سلفا وكذلك لمولدوفا وإلى الاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي يشكل الوجه الحقيقي، ولا توجد لدينا فقط لا يوجد تضامنا فقط من قبل الناتو بل من الاتحاد الأوروبي. وهذا القرار
يترجم بأن كل خطوة قد اتخذناها في هذه العملية تضمن أمن أوروبا وأمن المستقبل. والقاسي قبل الداني يدرك بأن الناتو لديه سياسة أبواب مفتوحة، وما نقوم به هو الآن هو تقديم الدعم العسكري الذي يساعد أوكرانيا بصورة مباشرة يوميا. لكن لدينا أيضا وجهات نظر قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد، ليس فقط انطلاقا من 24 فبراير 2023، لكننا قررنا قبل ذلك وفي قمة بوخارست أيضا مع حلف الناتو، إذ شددنا آنذاك على ضرورة تقديم الدفاع، لأنه مسألة ضرورية لدفاع أوكرانيا عن نفسها وتقديم بعض الأنظمة. وهناك مساعدات وأسلحة سوف تقدم في الأشهر القادمة وفي السنوات القادمة. فنحن من كل هذه المعونات نؤكد بأن تلك الضمانات قد أعطيت منذ العام الماضي، وهذا لأننا نرى لا ننظر إلى نصف الكأس الممتلئ بل إلى نصف الكأس الفارغ بل إلى نصف الكأس الممتلئ. ولكن مع ذلك علينا ألا ننسى بأن ما حققناه سوية خلال العام الماضي يظهر مدى وحدتنا أكثر من أي وقت مضى. ونحن كنا قد طرحنا إذا ما كانت منظمة الأمن في أوروبا متحدة. نعم، فهي دول متحدة أكثر مما سبق، وحتى دول مثل كازاخستان وغيرها تقول بأنها ترغب بأن تعمل معنا، وحتى أرمينيا تقول هي الأخرى بأننا نثق بكم من أجل تحقيق السلام. لذا يجب أن لا يغيب عن أذهاننا هذا الأمر، لأنه قد يكون هناك كم نحتاج إلى هذه المساعدات في الأشهر القادمة. وعلينا أن نتذكر أنه من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا وفي كافة أنحاء الاتحاد الأوروبي هذه الوحدة والضمانات مطلوبة. الوزير بلينكن، ماذا بشأن الضمانات الأمنية؟ لقد أظهرنا خلال هذه الفترة ومن خلال هذا المؤتمر مساعدات غير مسبوقة قدمت لأوكرانيا، بحيث نمنحها الأدوات والأجهزة والمعدات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها، وهذا من قبيل الالتزام الدائم، لأن كل ما نقدمه لأوكرانيا سوف يعود بالنفع على أوكرانيا على المدى الطويل للدفاع عن نفسها. وكنا نتحدث بصورة نشط حول ما يمكن فعله ليس فقط على المدى القصير بل على المدى الطويل، بحيث نتحاشى أي تكرار لهذه عمليات الغزو الروسية. سعادة الوزير، بصورة نظرية أفضل ضمانات أمنية هي العقوبات والسلاح والأموال، لكن الضمان الأمني الأكثر أهمية هو أن الذي يمكن للشركاء تقديمه لأوكرانيا يتمثل بأن يتم العمل بصورة مؤكدة وغير مشروطة بانتصار أوكرانيا. إذا ما آمنوا بذلك وإذا ما كان هذا هو المبدأ التأسيسي لصنع السياسات، فكافة الأمور الأخرى سوف تسير على خطى. وأعلم أننا نؤمن بهذا الهدف، ونعلم بأنه يجب أن لا نقنع الآخرين بهم، لأن كافة القرارات التي تتخذ في برلين وواشنطن وفي المؤسسات الأخرى الحكومية فهي تعتمد على افتراض أن أوكرانيا يجب أن تفوز في هذه الحرب. إذا ما أخذنا هذه الفكرة فهذه قد تكون نقطة، فهذه يجب أن تكون القناعة في مسألة حربنا التي نعيشها الآن. هل لديكم أي شكوك خلاف ذلك؟ كلا. نحن نعمل مع هذه الجهات، هل لك أن تخبرني عنهم؟ كلا. لا يوجد لدينا أدنى شك بشأن انتصار أوكرانيا، ولسبب بسيط واضح بصرف النظر عن مستويات الدعم. فالفرق الأساسي أن الأوكرانيين يحاربون من أجل بلادهم، من أجل مستقبلهم، من أجل أوطانهم.